صلى الله عليه. يقول السائل: نرى بعض الناس بعد صلاة الاستسقاء وخطبته يستقبلون القبلة وهم واقفين رافعين أيديهم، فهل ورد هذا؟ هذا هو السنة. لا، ما سمعتم الحديث أنه توجه إلى القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام وحول رداءه؟ سمعته قريبا. فكل مسلم إذا حول الإمام رداءه فالحاضرون يحولون أرديتهم ويتوجهون إلى القبلة ويدعون عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.